إيمان من الأصوات اللي عشقتها من أول ما في البلايند يعني، وعارفة إن هي راح تعطيني كثير على المسرح في الـ في الـ في اللايف. أمجد كمان أبهرني وأبهر حتى المدربين اليوم، رائع. أنا اخترت إيمان لأنه إيمان عندها مساحة أكبر وبتغني كل شيء، وهذا اللي أنا أحتاجه. بالنسبة للثاني، أنا من البداية كأصوات عجبتني. لما عملوا الباتل اليوم كانوا كتير ضعيفين، حتى بيقولوا ما علينا يا حبيبي ما علينا، المفروض كذا يغفلون. هم عملوا لحن جديد ومولوا على كيفهم، فالله يوفقهم. بس أنا ما فيني أقول إلا الصدق، ما تضحك علي والله، عم بقول الصدق صح ولا لا؟ هم عندهم مشكلة إنه حرام، هم طبقاتهم مش مع بعض. بس إبراهيم بتحدى فيه في اللايفات. حابين تستمتعون بأحلى أصوات، أحلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC One. تابعوا حلقات The Voice كل ليلة سبت على MBC One.